ومكملين كمان هلأ مع مواهب جديدة، ورح يكون معي اثنين اخوات تيم وورد، نتعرف عليهم اكثر وعلى مواهبهم. نقول لك مرحبا يا تيم. اهلين. قدي عمرك؟ 11 سنة. عمر كله يا رب. ورد كيفك؟ منيح. قدي عمرك ورد؟ 9 سنين. 9 سنين. بتعزف على البيانو؟ من ايمت؟ من 4 سنين. لما كان عمرك 4 سنين ليش اخترت هيدي الآلة؟ لانه كنت شوفه لاخوي يتدرب عليها، لهيك حبيتها كتير. تيم كان يتدرب على البيانو فانت حبيت، لهون هو اكبر منك. تيم انت من ايمت بلشت معناها بالعزف؟ انا مبلش من 4 سنين ونص. انه هاي انه انا بالاول كنت مبلش اورج شرقي، بس بعدين انه انا البيانو صار لي شي سنه. اي حبيت اكثر؟ لا البيانو احلى بكثير، اروى يمكن، اهدى ما هيك. طيب هلا ورد عم بيقول انه حبك انت وعم تعزف على البيانو، حب لهيدي الاله، انت كنت تعلمه. بتصبر انك تعلمه لورد؟ لا اكيد، وبتعلم بسرعه. بتعلم منه؟ يعني انت ورد لما بيوجه لك اخوك ملاحظه شو بتعمل؟ يعني بتتقبلها او ممكن هيك انه هيك تتجادلوا شوي؟ احيانا شو نتجادل شوي. مين بيكون الصح؟ هو. تي وليش انت بتجادله؟ طيب اذا هو الصح ما بعرف، انه هيك بس انه منجادل يعني. طيب شو اكثر معزوفه ممكن انت تقعد وتعزفها هيك وتحبها؟ الهاريبل. سهله ولا صعبه؟ لا سهله. قد ايه ضليت لتعلمتها منيح وعزفتها باتقان؟ تقريبا الاسبوع. اسبوع متواصل. تيم خبرني كمان انت قد ايه يعني هدول المقطوعات بتحبهم، او اكثر شيء انت بتحب تعزفه بهيدي المقطوعات؟ انه انا في غنيه كثير بحبها اسمها The Voice of the Heart، وانا يعني كل العزف انه هو يعني بالنسبه لي شيء كثير مهم، انه مثل ما بيقول الموسيقى غذاء الروح، انه يعني العزف بحس انه اذا كنت مبسوط لسه بنبسط، واذا كنت زعلان بنبسط. بيفرغ طاقه سلبيه عندنا العزف، ما هيك؟ ايه اكيد. طيب خبرني، انا بعرف انه انت كنت رائد على مستوى القطر، خبرنا اكثر عن هيدي التجربه. انا لما كنت صف ثالث انه طلعت رائد على مستوى الفرع. الفرع عفوا. ايه والسنه الماضيه طلعت على القطر. انه لما كنت تالت انه بالأورج الشرقي، والسنه الماضيه بالأورج الغربي. حلوه هيدي التجربه انك انت رائد بالعزف. كثير انبسطنا. ومفكر انك انت تكمل بهيدا الموضوع كمان وتدخل هيك مسابقات رواد؟ اكيد. باي اله؟ انه انا صراحه انه بالبيانو ما بعرف اذا في، بس انه اذا في انا رح شارك السنه. طيب ورد نحن شفنا اخوك انه هو طلع رائد، انت فكرت تقدم على مسابقة الرواد او حبيت انك تكون موجود بهذه المسابقة؟ شاركت فيها واخدت مركز. اخدت على المنطقة وما بقى كان بحق لي من العمر. كمان بالبيانو شاركت؟ ايه بالبيانو. طيب بس تكبر شو حابب تصير؟ شو طموحك؟ مهندس. مهندس. وتيم شو طموحك بس تكبر؟ مصير طبيب ان شاء الله يا رب. هلا انا بعرف انه لما بيكونوا اثنين بالبيت اخوات على البيانو ممكن يعزفوا مع بعض، انتوا بتقدروا تعزفوا سوا مع بعض؟ ولا مره جربنا. ولا بس انه ممكن هيك لقدام تصير مثلا تتدربوا هيك شيء. ايه ان شاء الله. ان شاء الله. هلا شو بدنا نسمع منك يا تيم؟ The Voice of the Heart. Thank you.
ورد انت كمان شو بدك تسمعنا هلا معزوفه؟ زهري بيل. يلا خلينا نسمعها سوا.